يعني هذه، فمناسبة زي هذه يعني تخلينا نعرفوا به أكثر وأكثر يعني. طبعا المعرض هذا بفرصة لأن تتلاقى مع شركات أخرى، مع جهات أخرى، نتعرف على بعض ونتبادل المعلومات، نتبادل الثقافات، شركات من كل أنحاء العالم، شركات أمريكية، كندية، بريطانية، ليبية، تبادل ثقافات، تبادل العلم، العلم يعني واسع، فلازم احنا لازم كبلد لازم نتعاون مع الجهات الخارجية، فإن شاء الله فرصة للزبائن وفرصة للتعارف على الشركات الأخرى. أكيد حسام هلبة، لأن يعني الناس، في ناس مش حتصنع بالمكان هذا إلا عن طريق المعارض هذه، يعني في هلبة ناس جي تزور المعارض هذه باش يكتشفوا الجامعات اللي موجودة في ليبيا والتخصصات، ممكن يدور على تخصص معين ما يلقاش، يعني صعب إنه يلقاه إلا في المعارض هذه. أعتقد أن التحدي الكبير للمؤسسات التعليمية الليبية يكمن في بناء قدرات جديدة في مجال المعلومات، ونحن هنا كممثلين لشركة سانغارد نساهم في هذا المجال من خلال التعامل والتنسيق مع الجامعات المحلية والمغرب العربي، وهذا شرف كبير لنا أن نكون هنا كمشاركين في المعرض. We firmly believe أن وجودنا هنا رح يساهم بتقدم التكنولوجي والتعليم لليبيا، ورح يرفع إن شاء الله البلد والمنطقة كلها على مستوى تعني مستوى يفيد الريجنال as a whole. أتينا إلى ليبيا لنكون جزءا من التعليم فيها، ونحن نتعاون مع الجهات التعليمية في ليبيا ونقدم الدعم للطلاب الليبيين ونفتح المجال أمام الراغبين منهم في التعلم في الجامعة الكندية في دبي، حيث نقدم لهم تسهيلات كثيرة للالتحاق بالجامعة. نعرض منتجاتنا التي تدخل في جميع مجالات الهندسة العلمية وقسم التبريد والميكا إلكترونيك، آليات وإلكترونيات. على سبيل المثال لدي هنا آلة تعلم كيفية التحكم في مجال التبريد. كما حظيت الكتب العلمية والمتخصصة باهتمام بالغ، إذ استحوذت على مساحة مهمة من فضاء المعرض. في كل المجالات، في الانجينيرينج، اكاونتينج، المحاسبة، الصيدلة، الطب، في كل المجالات. فاحنا بنساعد الكتب الجامعات، سوري، اللي بتدرس المناهج باللغة الإنجليزية، فاحنا بنورد لها الكتب بتاعتنا. أما بالنسبة للأسعار فقد حرص القيمون على وضع برنامج للتحكم في الأسعار ومنع أي محاولة للتلاعب بها، إضافة إلى تخفيض بنسبة 20%. وأسعار المعرض طبعا أسعار تعتبر عادية بمقارنة أي شركة في العالم أو أي دولة آخر يعني. ولأن الثقافة عكس السياسة لا تفرق أبداً، يبقى المعرض التعليمي الليبي واحداً من المعارض التي تعكس وحدة وطموح الشعوب بمد جسر من التواصل عبر التقاء الثقافات، وتوفر الأرض الخصبة مستقبلاً لحوار الحضارات. وقبل كل شيء فإنها، أي هذه التظاهرة الاحتفالية، تفتح أفاقاً جديدة لتبادل الخبرات التي يعتبر المستفيد الأول من ورائها الطالب الليبي.